حياكم الله مشاهدينا الأكارم، معظم الله لكم الأجر بذكرى زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. نحن اليوم نتواجد في مركز الإمام الحسين التخصصي للصوم. هذا المركز تابع إلى العتبة الحسينية المقدسة، حيث يستقبل سنويا في زيارة 40 المئات من الصوم ومن مختلف محافظات العراق لإقامة مثل هذه المجالس والفعاليات. نعم أحبتي المشاهدين، إلى ذلك ابقوا ويانا، راح نتعرف على تفاصيل أكثر. لفين النداء وكلنا زوار، يا ابن المرتضى سمعا وطاعة، من ذاك 40 الراح لليوم، نحسب 40 ساعة ساعة. وغلط اسمه وحق دمه، غلط اسمه وحق دمه، نحسب لأربعينك ساعة ساعة، نحسب لأربعينك ساعة ساعة، من درب المشي لحد بابك احنا نريد ننقل لك صور وتشوف عيون. في كل عام تقوم العتبة الحسينية المقدسة أكاديمية الصم والبكم بإقامة برنامج، يحتوي هذا البرنامج على إقامة مجالس منذ 5 أيام، وتقام هذه المجالس في هذه الأكاديمية إلى شريحة الصم والبكم. وهذه الالتفاتة طبعا اندلت على شيء، فتدل على عمق الفهم لسماحة المتولي الشرعي واهتمامه البليغ بهذه الشريحة لئلا يحرموا من مجالس سيد الشهداء. ويحتوي هذا البرنامج يوميا على محاضرة ورثاء لسيد الشهداء عليه السلام، وكذلك اشتراك الشعراء والرواديد. وبالحقيقة هذا من أحسن البرامج الإنسانية طبعا، لأن جميع الصم والبكم من جميع العراق يأتون يوم الأربعينية إلى هذا المكان ليقدموا المواساة إلى سيد الشهداء سامرة. ثالث مشهد الفزز دموع العين، موكب والسكون يجسد الحال، بس ونو نعيبين الشباب وتشام، يا واحد نشوف دموع عمانة، رغم لا شاعر لبيهم ولا رادوا، موكبهم عجيب بهذا منوال، بهالموكب الحالة تهيجي الجروح. حقيقة قبل أكثر من 10 أيام استعدت أكاديمية الإمام الحسين عليه السلام التخصصية للصم بتجهيز كل ما يمكن تجهيزه في سبيل إقامة مجالس العزاء، تقديم الخدمة إلى فئة الصم، هذه الفئة المهمة من المجتمع المغيبة والمحرومة. حقيقة استعدت، راح يكون كان الاستعداد على النحو الآتي حقيقة، بعد توجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه، وكذلك السيد أمين العام العتبة الحسين المقدسة، وكذلك السيد رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي. اجتمعت أكاديمية الإمام الحسين عليه السلام مع رؤساء جمعيات أو رؤساء المواكب حقيقة في المحافظات العراقية كافة. كان هناك اجتماع تداولي في كيفية إقامة هذه المجالس، في كيفية تقديم الخدمة. تم الاتفاق على إقامة المجالس، استقبال الصم الزائرين من المحافظات العراقية كافة، بالإضافة إلى عدد من الصم يعني من الدول العربية والأجنبية. حقيقة كانت البداية منذ أكثر من 8 سنوات، يعني تأسس المركز ومن 8 سنوات كانت هناك معاناة حقيقية لدينا احنا كمترجمين لغة إشارة. كان الأصم لا يفقه بأمور الدين ولا شيء، ولا العقيدة ولا الفقه ولا الفتاة ولا كل شيء بالدين، ولا قضية الإمام الحسين عليه السلام هي القضية الأم لدي، يعني إن احنا كشيعة قضيتنا هذه حقيقة كان ما يفقهون بها شيء. لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم العتبة الحسينية، سماحة المتولي الشرعي، حقيقة قدمنا القاموس الإسلامي الأول من نوعه بالعراق. هذا القاموس ساعدنا احنا كمترجم لغة إشارة، ليس فقط باسم العطواني، لا، الكثير من مترجم لغة الإشارة في العراق. انت ما شاهدت الآن اليوم هذه قطفنا ثمارها، هو انه مترجم اليوم صعد مكاني ترجم باقي المجلس. حقيقة صار هذا طبع هذا القاموس، الصم انتشر فيما بيناتهم، صارت هنالك دورات بلغة الإشارة لهم، هنالك باب خاص لواقعة الطفل الأليمة و40 الإمام الحسين عليه السلام. الجانب الآخر هو تقديم الإيواء والإطعام، الأعداد فاقت 1000 أصم حقيقة باليوم الواحد، 10 أيام 200 أصم، احنا نقول يعني 200 لكن مو أكثر.
اللي يزود عندنا يعني هنا ما نقدر نستقبل حقيقه، نروح للمواكب الاخرى اللي عندنا اتفاق معاها المنتشره في كربلاء المقدسه في تقديم هذه الخدمه، انه يعني وهم يقدمون لهم خدمه مثل ما نقدم احنا الخدمه هنا. هذه الثمره التي قطفتها العتبه الحسين المقدسه هو بالاكاديميه، عندما انه يكون هنالك استقبال ورعايه واحتضان لهم، بالمقابل انت راح تحصل عندهم ثمره، هو انه تثقفوا بأمور الدين، تثقفوا بقضية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة نحن نشكر المركز التخصصي للصوم التابع للعتبة الحسينية المقدسة لدعوتهم الكريمة لحضور هذا المجلس الحسيني، وأنا بصفتي كرادود حسيني في كل سنة نشارك في هذا المجلس. حقيقة هذا المجلس أنا حسب رأيي هو من أفضل المجالس الحسينية التي قرأتها خلال مسيرتي الحسينية، لأن أنت اليوم تنعى وتقرأ الواحد يسمعك احتمال ما يبكي، اما تقرا الواحد ما يسمعك يسمعك بقلبه بمجرد الاشاره ويبكي على الحسين، هذا انجاز كبير، هذا عمل كبير. ثقل همه وحق دمك، ثقل همه وحق دمك، نحسب لاربعينك ساعه ساعه، نحسب لاربعينك ساعه ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام بذكرى أربعينته الأليمة. قلبي وعقلي وجسمي كله يعني كله صوب الإمام الحسين عليه السلام. دعوتنا إلى جميع إخواننا الصوم في المحافظات العراقية في أكاديمية الإمام الحسين عليه السلام، تقديم الخدمات واللواء والإطعام كل وسائل الراحة لهذه الفئة التي غيبت عن المجتمع. اليوم احنا قدمنا كل وسائل الراحة لهذه الفئة، الأصم اللي يأتي تعبان احنا ندلك له، نعمل له مساج في سبيل انه يكون يعني بصحة وعافية، في سبيل انه يستمر في تقديم الخدمة، يعني من تمويل ذاتي من جيوبهم الخاصة، يعني يتمنون فيها انه يكون كسب الأجر والثواب في تقديم الإطعام إلى زائرين الكرام. عندي يعني مسؤول شبكة الفراتين في للصوم في العراق، أنا اليوم نسيت كل المسميات كل الألقاب، في سبيل جد خادم للإمام الحسين عليه السلام، أقدم الخدمة، أكنس، أمسح، أقدم الإيواء والإطعام لجميع الصوم الزائرين من كل المحافظات العراقية، أستقبلهم بكل رحابة صدر، أقدم لهم، أكون أنا متطوع لخدمتهم. شكرا للأكاديمية، شكرا لسماحة المتولي الشرعي، شكرا للمترجمين في الأكاديمية، بكينا وتعبنا وانقهرنا في بسبب هذه الأكاديمية، وجود هذه الأكاديمية، هذه مسيرة إن شاء الله تستمر لأجيال أجيالنا، وهذه الأكاديمية تبقى ومستمرة في تقديم الخدمات إلى هذه الفئة. إحنا حقيقة حالنا حال الناطقين أن نقدم الخدمة من الكباب والدجاج واللحم وكل الأنواع وأصناف الطعام قدمناها، حالنا حال الأسوياء. نعم أحبتي المشاهدين، كما شاهدتم هذه الصور التي تعبر عن اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بهذه الشريحة وتقديم لها كل ما يمكن من خدمات لإيصال هذه القضية الحسينية إلى هذه الشريحة، بالتالي هذه الشريحة نفسها أيضا توصل هذه الرسالة لمختلف الصنف في مختلف محافظات العراق. نعم شاهدتم هناك الكثير من الفعاليات التي تضمنها هذا المجلس، أيضا هنالك جملة من الفعاليات حدثت في يوم أمس هي تقديم الشرعيات من قبل المرجعية وإيصالها لهذه الشريحة لتزويدهم بهذا العلم وهذه المعرفة حتى تكون لهم القدرة على إيصال الرسالة لباقي أقرانهم في المجتمع. نعم إلى هذه النقطة نصل إلى ختام هذه التغطية، فتقبلوا تحياتي، أنا محدثكم ليث الخفاجي ومن خلف الكاميرا رحمن.